السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هذا الفيديو هو سؤال وجواب عن بعض المسائل اللي تجيني على اليوتيوب. أول سؤال يقول لك ما هي طريقة إضافة بروكسيد الهيدروجين والكمية؟ طبعا أنا عندي الخزانات، هذا الخزانات عندي 50 لتر، أضيف عليها 5 ملي من تركيز 35%، لكن هل أضيفه مباشرة؟ طبعا تضيفه صعب انك تضيفه مباشرة وموجود المحاليل، اذا كان المحاليل موجودة لا ارى انك تضيفها. اذا كان لا ماء سادة فقط تضيف 5 ملي على 50 لتر. والشيء الثاني اللي افضل من هذه كلها هو الان انا عندي داخل المحمية عندي 2 خزانات، عندي خزان واحد اضافي للتراكيز العالية اللي هو هذا للطماط والتراكيز العالية اللي فوق 1500 بي بي ام، وعندي الخزان الثاني هذا للتراكيز اللي 1200 و1000 تقريبا. أضيف على هذا 5 ملي، كل ما أعبي هذا الخزان أعبيه ماء سادة أضيف عليه 5 ملي إلى 6 ملي، وبعدين يجلس يوم كامل أساس أنه يتبخر الكلور. بعد 24 ساعة من وضع الماء وبروكسيد الهيدروجين أخليه يوم كامل تضربه الشمس حتى يتبخر الكلور، وبعدين أضيف المحاليل بواقع 1200 أو 1300 أو 1400. ما عندنا إشكالية في الصيف، في الشتاء عفوا تتحمل الأملاح الزائدة، لكن في الصيف لا تتحمل الأملاح الزائدة. فأضيف هذا خليه على 1200 وأضيف عليه البروكسيد، وهذا نفس الطريقة أضيف عليه ماء وأضيف عليه بروكسيد الهيدروجين بواقع 5 ملي على الخزان اللي هو 60 أو 65 لتر، بعدين أضيف عليه المحاليل وبعدين أنقلهن إلى جميع الأنظمة التي تتحمل 1500 بي بي ام. طبعا إذا أضفت البروكسيد على الخزان مباشرة والمحاليل موجودة على طول يبدأ يصير المحاليل هي غامقة، دائما بالأحرى تكون حمراء. لما تضيف عليه بروكسيد يروح جميع نص الأملاح، نص اللون، هذا اللون يروح نصه أو ربع يروح يتلاشى. فلذلك أساس أنه ما نقع في مشاكل نضيفها خارجا أول لمدة 24 ساعة، بعدين نضيف محاليل وبعدين ندخلها النظام. النقطة لازم أذكرها، كثير من الناس يقول أنا أبو صالح أنا ما عندي خزان جانبي، أبيك تخبرني كيف أسويها على طول. طبعا لا تسويها على طول إذا كان في محاليل، لا حطها، شوف هذا سطر البوية، حط فيه تقريبا 5 أو 10 لتر داخله، وأضف في البروكسيد الهيدروجين، بعد بيوم تضيفه داخل الخزان، وبعدين تحرك الخزان على أساس أنه ما يسبب عندك تغير في اللون. فهذه الطريقة تكون تسلم من تغير ألوان اللي هو المحلول. السؤال اللي بعده يقول لك ما هي أفضل درجة حرارة في الصيف وفي الشتاء؟ أنا أقول لك أفضل درجة حرارة في الصيف تكون 28. ارتفعت درجة الحرارة فوق 28 يعطي الترموستات أمر بالتشغيل المراوح وخلايا التبريد أساس يخفض درجة الحرارة. إذا نزلت عن 28 يتوقف عندك النظام. كذلك في الشتاء يعني أفضل شيء نقول 27، يعني إذا طلعت درجة الحرارة عن 27 يشتغل النظام، نزلت عن 27 يطفى النظام. هذا بالنسبة لدرجة الحرارة في الصيف والشتاء. كثير من الناس يعاني من مشكلة اختلاف وذبذبة في النبات، مرة سليم مرة تعبان ومرة سليم، فعنده أشياء كثير، عنده نقص وعنده كذا، وأسبابه عدم ضبط جهاز TDS. يجب عليكم جهاز TDS، يجب عليكم كل شهر ونص يضبط pH ويضبط pH ويضبط TDS اللي هو البي بي ام في موية صحة نقي، على أساس أنه تسلم من ذبذبة الأملاح وكذلك pH. لأنه إذا نزلت pH فوق اللازم، إذا نزلت عن 5.5 ما راح يترسب عندك اللي هو العناصر الكبرى، وإذا ارتفعت عن 6.5 يبدأ يترسب العناصر الصغرى. فلذلك يجب عليك ضبط الجهاز كل شهر ونص أساس أنك تسلم نباتاتك من المشاكل هذه. السؤال اللي بعده يقول لك ما هي الأملاح المناسب للبدء بالزراعة المائية؟ وكذلك في سؤالين جان نفس الموضوع هذا، واحد يقول أنا عندي الأملاح 500 وواحد يقول عندي 1200. طبعا ال 1200 ما تصلح في الزراعة المائية، لازم تحتاج إلى أنك تجيب ماطور
أو فلتر تحليل ينزل لك نسبة الأملاح أقل من 400. وذكرت هذا أشياء كثير، ذكرت عدة مرات هذه السؤال هذا، لكنه صعب إني ما أرد عليهم. فهذا الموضوع لازم إذا كان 1200 ينزل أقل من 400، وال500 يجب أنك تنزله إلى أقل من 400. لكن النباتات كلها تمشي، إذا كان مثلا الملاح 350 بي بي ام كل النباتات تمشي، من مش ما عندك مشكلة تمشي إلا الفراولة. الفراولة الآن طبعا أنا سويت عدة تجارب للفراولة، طلعت خلتها 500 و600 وخلتها 700 و800، فكل ما أطلع عن 750 يبدأ 750 يبدأ عندي احتراقات، وهذه هي الاحتراقات، شوفوها اصفراء سوداد في أطراف أو احتراق في أطراف الزهرة. فالآن شفتها أنها أنسب شيء هو 600. فالآن عندنا داخل منازلنا حنا نسبة الأملاح 350 بي بي ام، فلذلك بهذه الطريقة يجب علينا أن ننزل نسبة الأملاح للفراولة على أساس أنه يستفيد. يعني لو صارت 100 بي بي ام وأنت أضفت أسمدة عليها راح يستفيد النبات أسمدة أكثر من الماء السادة. فلذلك طبعا اللي يشتغلون شغل تجاري لابد أنهم ينزلون نسبة الأملاح إلى 100 بي بي ام. أما المنازل فما عندهم مشكلة، ممكن يزرعون على 350 بي بي ام نسبة الماء اللي هو المنزل، ثم أن تضيف نسبة الأملاح اللي هو المغذيات المحلول المغذي اللي هو AOV ترفعه إلى مثلاً 500 في بداية عمر النبات. ثم عندما يصير أمهات بهذا الحجم وبهذا الكبر يجب أنك تخليها على مثلاً 600 على أساس أنه تعطيك إنتاج زين ولا يصير عندك في احتراق في أطراف الأوراق أو الأزهار. السؤال اللي بعده يقول لك هل ترش أسمدة ورقية على نباتاتك؟ طبعا أنا ما رشيت عندي أسمدة، أنا من بداية الشتل ومن بداية زراعتي أنا ما رشيت أبد رش ورقي أبدا سماد، يعني ما عمري رشيت أبدا لا يمكن مرة أو مرتين، لكن أتوقع أن هي مرة واحدة رشيتها وكانت أظنه عالي النيتروجين لبعض الشتلات اللي توقف عندها تقزم عندها النموات. بس ليش أنا ما أرش؟ لأنه أنا عندي داخل قناتي عندي 5 خلطات وكلها الآن أنا مجربها وحساس أنه أثبت للناس أنها ناجحة بدون استخدام الرش والتسميد أو الورقي. وهذا الإنتاج وهذا الكميات، شوف هنا الخيار كيف الحجم وكيف العدد، وشوف هنا شوف الحجم والأعداد والكمية. شوف الحين تقريبا هنا تقريبا حوالي 5 أو 6، وقبل يومين أنا خاطف منه ومنزله على القناة. وهذا هو عندك الثمار، فلذلك الآن أنا أستخدم تقريبا خلطة رقم 1. أول ما بديت برقم 5 خلطة رقم 5 على قناتي، الآن شغال على رقم 1 راح أستمر فيها حتى خروج الشتاء، بعدها راح أنتقل إلى خلطة 2 و3 و4، راح أمر على جميع هذه الخلطات علشان أثبت إلى الناس أنها ليس فيها أي نقص أو زيادة. ما هو أفضل وقت رش ورقي للأسمدة والمبيدات؟ طبعا الآن بالشتاء أفضل شيء بالشتاء يكون وقت النهار، لا يعني لا يدخل الليل وتسوي رش، لو سويت رش في الليل راح يسبب عندك أمراض فطرية على الأوراق، فتجد دائما أوراقك ليست نظرة، يعني ما فيها جمال، دائما فيها مشاكل وفيها أمراض فطرية. كذلك يعني في النهار يكون الثغور أو الثغرات أو الثغور النبات تكون مفتوحة بالكامل، فلذلك الرش والتسميد والمبيدات في النهار فهو أفضل من الليل أو قبل المغرب، لا يدخل عليه يدخل المغرب أو يقرب المغرب وترش، لازم تصير في النهار على أساس أنه تنشف المحمية وقبل دخول الليل، لأنه لو دخل الليل والمحمية كلها فيها ماء راح يسبب عندك ارتفاع الماء والرطوبة تكون في عالي المحمية وينزل على النباتات مما يسبب عندك أمراض فطرية، وأشهرهم في هذه الفترة هو البياض الدقيقي. كيف تعرف أن الأملاح عالية على النبات؟ أنا سألني سؤال الأيام كنت بجاوب ونسيت، لكن الحين في واحدة من النباتات واضح عليها، شوف هذه شوف الحين هنا في سواد، إذا كان هنا في سواد معناته أن نسبة الأملاح ارتفعت على هذه الشتلة.
أما الإصفرار هنا هذا تكلمت فيه عدة مرات، وهو بسبة الإدماع، بسبة الري، الري اللي حصل بنفس اليوم أو الري المستمر العالي اللي هو فيه زيادة. بعد التجارب اللي صارت للسنوات الماضية كلها اكتشفت أنه البامية لا يتحمل درجة الحرارة المنخفضة اللي تصل إلى درجة الصفر والعشرة والخمسطعش، لا يتحملهن، يحتاج إلى درجة حرارة عالية على أساس أنه ينتج. فلذلك السنة الجاية إن شاء الله ما راح أزرع إن شاء الله البامية في أول الشتاء، راح أنتظر حتى يخرج من الشتاء وبعدين راح أزرعه.